السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في الوطن العربي وفي مصر الحبيبة وفي العالم كله، أهلا وسهلا بيكم ولقاء يتجدد وتاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك. أسأل الله العظيم أنه يجعلها أيام طيبة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل العالم إن شاء الله، وأسأل الله العظيم أنه يرفع الهم والغم والمرض والبلاء والكرب عن مصرنا الحبيبة وعن سائر بلاد المسلمين وعن كل العالم إن شاء الله. في أيام استثنائية اتحرمنا من الخروج واتحرمنا من الفصح، ولكن مصممين أن احنا نفرح العيد فرحة. واسمحوا لي النهاردة في هذا اللقاء الطيب يكون معايا ضيوف الكرم كله والأخلاق كله والعلم كله. يكون معايا على يميني عالم من علماء مصر والعالم، فضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان، عضو هيئة علماء المسلمين ومن علماء الأزهر الشريف. ويكون معايا على يساري مشرفة المشرف التربوي لأكاديمية الفتح للقرآن الكريم بعرب الرمل، وهي نموذج من النماذج اللي هنتكلم عنها النهاردة في التربية السليمة والتربية الجميلة. أهلا وسهلا بكم. وبيحضرني كمان النهاردة المنشد الجميل الرائع صاحب الصوت الراقي الملائكي ياسين اللي هيمتعنا النهاردة، أهلا وسهلا بيك. وأطفال الحلوين الجمال أميرة ودانا ولوجين، وكمان معايا مجموعة من الأولاد موجودة هتخش معايا بعد شوية كمان في النص الثاني من الحلقة. الصبيان بقى الجمال هيشرفوني عشان كل إخواتنا وحبيبنا اللي منتظرينهم، أهلا وسهلا بيكم. واسمحوا لي نبدأ هذا اللقاء الطيب، وخير ما نبدأ به في هذا اللقاء هو القرآن الكريم بالصوت الملائكي الرائع من ابننا الجميل ياسين. يلا ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. هندردش شوية بقى في الصوت الجميل والموهبة وهنتكلم مع بعض شوية بقى، بس اسمح لي ابدا طبعا الصح ان انا بقى ابدا مع الدكتور ياسر، بس اسمح لي يعني هنبدا مع الاستاذه اهلنا الاستاذه نجلاء زايد مشرف تربوي من اكاديميه الفتح بعرب القران المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واولادك الجمال. انا عارف ان لسه في نصهم بره، بس هو انتوا بتعرفوا تعيدوا وتفرحوا زينا؟ ده سؤال يعني بيتسال لنا يعني. اكيد يعني بنعرف نفرح ونعيد كده وبتاع، ولا بنبقى برضه شادين على الاولاد يعني؟ يعني اهل القران بيعيدوا يا حاج؟ اه طبعا اكيد اهل القران، اذا لم يكن اهل القران هم اصحاب الفرحه واصحاب العيد فمن يكونوا اصحاب الفرحه؟
طبعا اكيد زي ما حضرتك شايف البالونات كده وعاملين تكبيرات العيد للاولاد وبييجوا دار القران يفرحوا يوم العيد وياخدوا العيديه وياخدوا اللعب. ما شاء الله. فطبعا يعني لازم نفرح زي كل الناس ما بتفرح. خليني ابدا بقى من الاخر سؤال كده. اتفضل. وبعدين هيجيبنا بقى للاسئله اللي في الاول. السؤال بيقول هل في ثمره ابتديتوا تجنوه قبل ما اتكلم معاك على التجربه الجميله بتاعتكم اللي هي تجربه رائده مش في مصر بس والوطن العربي ويمكن في العالم، في التربيه السليمه وفي اخراج نماذج مشرفه من مصر. الاولاد في ثمره حصل السنه دي؟ في اولاد عندك ختموا او قربوا يختموا؟ معانا بفضل الله معانا دانا 7 سنوات وما شاء الله 26 جزء ما شاء الله تبارك الله قربت تختم القرآن ما شاء الله. بفضل الله كانت المعلمه بتاعها ودي كانت حاجه مهمه جدا، لفته طيبه من المعلمه انها كانت حاطه عينها على قدرات الطفله، شايفه ان الطفله دي عندها قدرات كويسه. فبعد ما انتهت من فتح الرحمن وختمت القرآن تلاوه بالتجويد، فالمفروض ان المعلمه بتنقل الطفل الى ختمه حفظ. بعد ختمه التلاوه في ختمه حفظ. نعم. فكانت النموذج من ضمن النماذج ان الاستاذه رباه وربنا يبارك فيها كلمت الاستاذه المحفظه الاستاذه ايمان حجازي ربنا يرضى عنها يا رب العالمين، فقالت لها ممكن دانا تاخد معاكي لحد دخول المدرسه تحفظ كام جزء؟ قالت لها ممكن في الشهرين دولت او 3 دول تجيب جزئين. قالت لها بفضل الله دانا عندها القدرة انها تجيب 10 أجزاء. الله أكبر ما شاء الله. فبفضل الله جابت 12 جزء. ما شاء الله تبارك الله. فاللهم بارك دلوقتي هي وصلت ل 26 جزء. انت لفتي نظري لحاجتين هتناقش مع حضرتك فيهم. اتفضل. موضوع التكامل اللي بيحصل بين المعلمات في الحضانة. نعم. والمحفظات في الفترة بتاعت بعد الظهر، وإن المعلمة بتنقل الملف بتاع البنت كاملا وأسلوب التعامل واكتشافها لقدراتها، بتنقل الموضوع عشان المحفظة ما تبدأش من جديد. نعم. وتبدأ على بينة وتبقى عارفة قدرات البنت، فمن حيث انتهى الآخرون يعني. لا هتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، بس افتحي نفسي ونسمع من دانا شيء. يلا يا دانا. بسم الله. قول يا دانا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذنك ثانية، دي واحدة يا دانا، دي واحدة يا دانا. خديها خديها، اديها لي كده. امسكي ده في ايديكي بس ايه قربين من يلا. ايوه يلا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تقف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء ومن غير سوء آية أخرى. إذ أرينا آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدب بي أزري واشركوا في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. بصي بقى أنا حاسبني بقى منهم كلهم وهتكلم معاكي شوية. عارفة ليه؟ عشان أنا سعيد جدا 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 بيك. أسأل الله العظيم أنه يحفظك ويحميك ويبارك فيك. أنا هسأل سؤال، أنت دلوقتي إيه معاكي 26 جزء صح كده؟ الصورة اللي كنت بتقريها دلوقتي دي صورة إيه؟ سورة ايه؟ طه. سورة طه؟ يعني خدت جهدي وانت بتحفظيها ولا زيها زي كل الصور التانية كانت جميلة وسهلة؟ سهلة. طب قولي لي سؤال بقى، أنا السؤال ده مهم. وانت بتحفظي حد بيزعق لك أو بيضربك؟ لا. المعلمة بتحبك؟ أه. أنا عايزك يا معلمة بعد إذنك تكلميني عن يعني من ضمن الحاجات اللي محتاجين نتكلم فيها عن مهارات التعليم عندكم، هل فعلا في التربية بالحب والتربية بالمودة ولا في أساليب في للعقاب؟
فارجوك لازم تكلميني عن النقطه دي. وانتوا بتتعاملوا مع الاولاد عشان الاولاد تجيب النتيجه دي، هل بيبقى الموضوع ضغط وفي شيء من التخويف، ولا الموضوع بيمشي بالحب وبالموده؟ والله بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما المشرف الاجتماعي ربنا يبارك فيه ويحفظه الشيخ عصام يوسف كان حريص دايما ان يركز على التربيه الايمانيه، بمعنى ان دايما حاولوا بالتشجيع الدائم للاطفال. نعم. حتى لو في اي مسابقات اعملوا منافسات ومسابقات ما بين الاطفال وشجعوهم، حتى لو كل طفل يكفي شرف المحاوله ان هو دخل في المسابقه وياخد ولو قلم رصاص ولو كلمه طيبه. بنصبر على الاولاد مره واثنين. اكيد نصبر على الاولاد مره واثنين، ودايما نقول لهم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخلي الاداب والاحاديث ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج عملي في دور القران. ما شاء الله. يعني لو جبنا نموذج دلوقتي واحنا داخلين الدور مثلا، ممكن نسال طفله من الاطفال وانت داخله الدور بتقولي ايه؟ هنسالها دلوقتي وهديكي الفرصه. وانت خارجه بتقولي ايه؟ هديكي الفرصه تختبريهم دلوقتي وتسمعين الكلام الحلو، بس عايز اكمل حواري مع دانا. انا قلبي مزقطط بيك يا دانا والله، ما شاء الله تبارك الله. اسال الله العظيم انه يحفظ ابوكي وامك وجدك وستك واهلك والمعلمات بتوعك اللي خلوكي في يعني انا فخور بيكي جدا، يعني ما شاء الله 7 سنوات ومعاكي 26 جزء، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. خدتي عيديه ولا ما خدتيش عيديه النهارده؟ طب بص، انا عارف ان احنا العيد دوت مفيش خروج وكده، وكلنا يعني ايه بسبب الظروف اللي احنا فيها، وان شاء الله ربنا يرفعها عننا. طب العيد اللي فات كنت بتعملي ايه في العيد؟ بتخرجي وتروحي فين وكده؟ تفسحي؟ اه. رحت السنه اللي فاتت فين؟ رحت المناجيح ورحت ال رحت بقى عند ست وجد وكده وكلت وشربت وكده؟ اه. وخدتي عيديه وكده وحاجات زي الجميله كده؟ اه. مش كده؟ 100 جنيه. ما شاء الله. طب كنت قولي لي كنت جيت خدت اي حاجه من عندكم؟ 100 جنيه ده ما شاء الله، ربنا يحفظك كده. هرجع ادردش معاكي تاني وهكلمك، بس خليني بقى ايه اسال الدكتور ياسر كده ونستمتع بالحوار. دكتور ياسر، وانا بسال اختي ابله نجلاء زايد المشرفه التربويه في اكاديميه من الاكاديميات الكبرى في مصر الشرق الاوسط في فن التعامل مع الاولاد، وليها الحقيقه سبب راحت في حته جميله مش هينفع نعديها وحضرتك موجود معانا، وهي التربيه بالحب. نعم. هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه بالحب، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بانه يعني نسير في هذا المضمار مع الاولاد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه يعني كل عام وحضرتك والساده المشاهدين الكرام والامه الاسلاميه كلها بخير وبركه ورزق وسعاده، واسال الله ان ينزل سكينته ورحمته على اهل الارض جميعا. نعم. وأن يعني يقضي هذا الأمر، أمر الوباء اللي احنا فيه، وأن يجعله رحمة لا يجعله عذابا إن شاء الله. آمين. الله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن في هذه الفرحة، وكما أصارت أختنا هذه النقطة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: لا يضرب إلا شراركم. فسيدنا رسول الله رحمة للعالمين، ف كما كان رحمة في التشريعات وفي الأوامر النبوية، رحمة أيضا في الأمور التربوية مع الأطفال. غاب عنه سيدنا أنس بن مالك، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة معينة، يعني شراء طلب، وبعدين تأخر عليه، فلما تأخر عليه وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فوجده يلعب مع الصبي في الصغار، فوضع يده الشريف صلى الله عليه وسلم على كتفه واردف على كتفه وقال: يا أنيس. فقط دلعه كمان، يعني أنس تصغير أنيس، يعني لم يعني ما قالوش أنس كمان. ويقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. يعني لم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنوات مضت في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهره. ولما يقول النبي: لا يضرب إلا شراركم، إذن هنا بيضع النبي في هذا الحديث الصحيح قاعدة تربوية هامة جدا. نعم. مسألة الضرب، مسألة الضرب بالنسبة للأطفال مسألة مؤذية جدا. نعم. ولا نجد في الكبار الآن واحد معرض عن الصلاة، ولا معرض عن حفظ القرآن، ولا تسرب من التعليم، إلا كان بسبب على أخذها من مدرس أو من مدرسة أو عشان كده عدم الضرب والتربية بالحب هذا منهج نبوي ومنهج إسلامي. بس حضرتك يعني اسمح لي، تفضل. وإحنا بنتكلم في الموضوع ده عايز افرق، خلي بالك يا ابله نجلاء، واحنا كنا اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده، موضوع هناك وسائل للعقاب. نعم.
نعم يعني صحيح. انا ما بقولش انه يعني ما في اخت قاعده دلوقتي بتقول لي يعني طب اعمل ايه يعني ما اعاقبش العيال لما يعملوا حاجه غلط، فعايز اقول في وسائل العقاب الضرب أيوه. ولكن العقاب البدني ليس من هدي النبي. نعم العقاب البدني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك وسائل عده. نعم وخاصه المتصدر لهذا العمل اكيد اضرب بالوسائل واضرب نفسيه كل طفل. نعم يعني في طفل لو انا ما ردتلوش على سؤاله وده شيء من العقوبه، يعني بيسالني سؤال رحت سايبه. نعم التجاهل. نعم تجاهلته هذا من العقوبه. في مكافآت حرمته من المكافأة، المنع. نعم ده المنع ده برضه وسيله من وسائل وهو قاسيه جدا. نعم. يعني الهجر او التجاهل او المنع من اعطاء شيء معين مثلا. اكافئ زمايله ما كافئوش، وبرضه اعلق ان عدم المكافاه دي كان بسبب كذا وكذا. نعم. عقوبه مش او الصناعه مش ان انا يعني بكرهه او ان انا بفضل غيره عليه، لا لا يربي يعني مشكله اخرى. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التغافل، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القاعده اللي حطها اللي هي لا يضربوا الا شراركم، ما كانش فيه عقاب بدني ابدا لاي حد. كان النبي عليه الصلاه والسلام هو المفروض بالنسبه لاطفالنا يعني اظهر له قوتي وقدرتي على العقاب ولكن لا استخدمها. نعم يعني اظهر القوه ولا استخدمها. الحزم مفروض. يعني اعلق حزام في البيت، كان يعلق الصوت اعلق حزام في البيت واقول الحزام ده اللي هيعمل عقوبه انا ممكن اللي هيعمل خطا ممكن اعاقبه لكن لا اعاقبه بها ابدا. يعني ممكن اهدد بالضرب لكن لا اضرب تماما. الحزم مطلوب. نعم حتى نعم. تستقيم الامور. لكن ما دام عندي بدائل ليه الجا للضرب؟ في اكثر من بديل. يعني انا بشكر حضرتك، هرجع لحضرتك تاني. اسمحي لي قبل نجلاء، التربيه بالحب وهدي النبي. نعم. هناخد ابله هبه جالي اتصال وبعدين ارجع اكمل مع حضرتك تاني. استاذه هبه اتفضلي. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. بجد الواحد مبسوط جدا رغم الحاجات اللي احنا موجودين فيها والوباء اللي موجودين فيه بالامور اللي بتحصل في البلد عندنا. انا من هنا من عرب القران برضو. اهلا وسهلا. بشوف الحاجات دي الواحد بيفرح قوي، وعارفه المربيات اللي على الشيخ عصام ماشيين ازاي من زمان. نعم انا كان اولادي معاهم، بس ولنا اقولهم الفضل برضو ان هم حفظوا اجزاء كتيره من القران برضو. ربنا يحفظك. ناس كتير هنا في البلد وخلصوا. ربنا يحفظك. في سنه كام ولادك يا ابله هبه؟ ولادي حاليا في 6 ابتدائي. ما شاء الله، ربنا يعينك عليهم يا رب ويحفظهم لك ويحميهم ان شاء الله. اللهم امين. انت بتوجهي رساله شكر لفريق العمل في اكاديميه الفتح للقران بعرب الرمل؟ لا اكيد. وبتقولي لهم يعني انه انت حافظه الجميل وانك شفت الثمره في ولادك. بأكيد والله، شفت في ناس كتير جدا وربنا كرمهم والله الحمد وخلصوا القرآن كامل، المصحف كامل وخلصوه أحاديث كاملة، وكانت مدرستهم برضو الأبلة نجلاء زايد. طب اسمعي أبلة هبة، اسمعي، بما إنك من عرب القرآن وهي النموذج بتاعنا وهي اللي إحنا بنشرف بيها يعني، فأنت في المكان الجميل اللي إحنا كلنا بنعتز بيه. طبعا وإحنا اتحرمنا من مظاهر العيد السنة دي، واتحرمنا من الأولاد تخرج وتلعب وكده، هتقضوا العيد ازاي؟ بتعملوا ايه؟ والله احنا قضيناه لله الحمد، صلينا صلاة العيد، كل واحد صلى في بيته تمام، ويعني حاولنا نفرح الاولاد بقدر الامكان ان احنا نجيب لهم نلعب، نلبسهم الهدوم الجديدة، يروح عند جده حتى او جده يجي، بس وربنا يشيل عننا يا رب. انا بشكر ليك المداخلة الطيبة الجميلة وكلماتك الرقيقة، اسال الله العظيم انه يربي لك اولادك ويحفظك انت ومصر وكل السامعين ان شاء الله. ربنا يبارك فيكي، بشكر ليك المداخلة. عرب القرآن دايما كده بتفيد علينا بالحاجات الجميلة. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في أبلة هبة وكل الاخوات الفضليات اللي بيسمعونا دلوقتي، ربنا يحفظك. أبلة نجلاء، لما سمعتي ده انا قلبي انشرح وانبسطت وبقيت سعيد جدا. ولما اتكلمنا على التربيه بالحب، ما هو اكيد المشوار كان طويل واكيد قابلتنا حاجات كتير. انا عايز بس حضرتك ابدا معاكي من البدايه. ابتديتوا ازاي المشروع ده؟ بدا ازاي وكانت الفكره ازاي؟ وعشان كده احنا النهارده بنحصد الثمار. والله الفكره ابتدت من 2005. نعم. الشيخ طارق، طبعا احنا كنا ماشيين بنظام الكتاتيب القديمه، تحفيظ طبعا كل سنه بنحفظ جزء عامه، وتيجي الاجازه او الدراسه نرجع تاني نحفظ جزء عامه. فطبعا جه الشيخ طارق عرب القران وعرض الفكره بتاعته، فطبعا كان السبق للشيخ عصام بصراحه، ربنا يبارك فيه، تبنى الموضوع ده تبني رائع. فاحنا بدانا باربع فصول في 4 شهر 4 شهر 5 2005 ما شاء الله. وبفضل الله كان الفتح، كانت سبحان الله اول دفعه كانت مريم بنتي، ومن سنها هي ما شاء الله دلوقتي في ثالثه جامعه. طب استني بس عشان نتكلم على بنتك اللي في ثالثه جامعه. معانا اتصال استاذ محمد.
السلام عليكم. يا مرحب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك. كل عام وانتم بخير. الله يكرمك. الله يحفظك يا حبيبي. اتفضل. ممكن أقرأ قرآن بعد إذنك؟ يا نهار أبيض، يشرفنا ويسعدنا. اتفضل. الأول أنت منين يا أستاذ محمد؟ أنا من الدقهلية. يا رب يحفظك أنت وأهلنا في الدقهلية ويعصمكم ويحميكم يا حبيبي. اتفضل. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أنا بشكرك على صوتك الطيب الجميل، ودايما الدقهلية بتحطنا كده في المقدمة. كل الـ 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 الأفاضل من الدقهلية وفضيلة الدكتور محمد حسان والناس الطيبين كلهم، ربنا يحفظك ويحفظهم يا رب يبارك فيك. بشكرك على صوتك وعلى أدائك الراقي الجميل، وإن شاء الله يكون لنا نصيب نشوفك في القاهرة هنا. معايا اتصال أستاذ محمد. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. استاذنك استاذ محمد، وطي التلفزيون على الاخر وكلمني من التليفون بس. اتفضل. حاضر. ايوه استاذ. اهلا وسهلا. اتفضل. الله يبارك في حضرتك. الاول كل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه بخير. يا رب يحفظك. يا رب يبارك فيك. وانا من منبرك هنا انا عايز اعيد على كل عرب القران وكل عرب الرمل والناس العظيمه اللي انا شرفت اللي انا متواجد معاهم. ده المخرج اللي عمل فوزير كاس لانه بده فهم. ما شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظ اهل عرب القران ومصر كلها يا حبيبي. وعايز اعيد على الشيخ عصام يوسف، وعايز انزل الشيخ سيد صلاح والشيخ اسماعيل نور البيان. طب يلا هم سامعينك. حضرتك طبعا وكل الضيوف الكرام اللي معاك. هم سامعينك. اه قول لهم. وعايز اعيد على الابله نجلاء جزاها الله خير على المجهود اللي هي عاملاه والله. طب اسمع. طب اسمع يا انا عرفت ان انت مبدع ومخرج رائع وعامل فوازير اسمها كسلان وجده فهمان. كسلان كسلان وجده فهمان. وجده فهمان. نعم. ويعني عامل ابداعات كده بتحاول تبسط الامور للاطفال عشان تعينهم على يخرجوا بمفاهيم مختلفه والامور توصل لهم بشكل سهل يعني. بفضل الله. يعني هي كانت فكره الشيخ عصام يوسف اللي هو عايز يقرب المعلومه للاولاد بطريقه سهله وبسيطه، واحنا بفضل الله قدرنا نعمل نموذج طيب كده الاولاد فرحت بيه طول شهر رمضان، وهنكمل معاهم بعد العيد ان شاء الله. طب موجوده نقدر نطلع عليها ونشوفها يا استاذ محمد؟ هي موجوده على اليوتيوب باسم كسلان وجده فهمان. لو حبينا نخش اي وقت على اليوتيوب نقول كسلان وجده فهمان. كسلان وجده فهمان. نشوف الابداع بتاعك وندعي لك. انا بشكرك للمداخله الجميله الرقيقه دي. ربنا يحفظك. كنت عايز بس اعيد على اولادي واعيد عليهم بس معلش. اتفضل قول. عايز اعيد على عبودي عبد الرحمن نواره، وعايز اعيد على جلسه نواره وشيماء نواره. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبارك فيك وعيله نواره كلها. انت نوارة يا محمد. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا حبيبي. بشكر ليك المداخله. ربنا يحفظك. اهلا بحضرتك. كلام طيب وجميل رائع. ارجع لحضرتك تاني و عايز البدايه واكيد كان في شويه صعوبات قابلتكم. طبعا كان في صعوبات في الاول طبعا، لسه الناس مش متعرفه على الفكره. كل مستصعب الامر، بس بصراحه يعني ربنا يبارك في الشيخ عصام مشرف العام لدور القران، كان عنده الهمه العاليه قوي اللي دايما بيحركنا بيها. طبعا ما كان معنا الشيخ سيد ابو زيد، معنا الشيخ مدحت، كل المشايخ ديت كانت في بقى تشجيع ان الاخوات اتعلموا. كنا كادر بسيط جدا، الابله صبحه، الابله وفاء، الابله ناديه، الابله نشوه، الابله هند، حوالي خمس ست مدرسات اللهم بارك، كان هم بدايه الاساس.
فلما قدرنا بفضل الله ننجح في الفكرة ديت ونبذل مجهود ونطلع أول ختمة، كانت أول الفكرة 6 شهور، اللي هي الدفعة الأولانية زي ما قلت لحضرتك، كانت مريم خلاص فاضل 6 شهور وتخش المدرسة. كان في السن ده بقى يعني ما شاء الله دولت درسوا المنهج في 6 شهور. بعد كده ما شاء الله ابتدينا بقى نعمل، نخلص الكتاب نور البين أو فتح الرحمن ونعمل ختم التلاوة. طب اسمعي. نعم. أنا بتكلم بصوت ممكن يكون عايز أقول الكلام ده، يعني أنا محب للفكرة وبنفذها، ولكن خليني إيه مش أنتقد، ولكن أقول الرأي والرأي الآخر يعني. نعم. يعني أنتوا بتضغطوا على الأولاد، يعني هل السن ده يستوعب ويستحمل الكم الكبير من المعلومات وإنه أضغط عليهم كده بالضغوط دي ولا؟ على فكرة أفضل سن للتعليم هو السن الصغير ده. نعم. هو إذا كان إحنا أكبر عقلا فإحنا أشغل قلبا، لكن بفضل الله الاولاد دولت صفحه بيضاء، فعلى قد ما تحط فيها فنحط فيها المفيد، نشغلهم بالمفيد عشان لما يكبروا يرسخ في ذهنهم ان التربيه الصحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام امتى وجهه؟ مش وجهه وهو بياكل معاه؟ قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكانت التربيه تربيه عمليه، فهو ده اللي احنا بنحاول نعيد للامه مكانتها اللائقه تاني بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هتكلميني على الأنشطة اللي بتستخدموها عشان الأولاد ما تشعرش معكم بالتعب؟ أيوه. ووسائل التحفيز، بس خلينا بقى إيه يعني نسمع كده حاجة جميلة من ياسين. إحنا قاعدين مع حضرتك بعد إذنك يا دكتور ياسين. هتسمعني إيه يا ياسين؟ إديله يا دانا، ما يجراش حاجة. ماشي هيوصل. شد. ابتهال. يلا ابهل. ابتهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو جوهرة والناس كالحجر. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فكل القلوب إليك يا حبيبي يا رسول الله تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت يا رسول الله صارت دموع العاشقين تسيل. يا رب إن هذه ذنوبي في الورى عظمت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني. ولقد آتيتك بالتوحيد يصحبني حب الحبيب المصطفى، وهذا القدر يكفيني. ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. حبيبي هنتكلم. انا هنتكلم، مش هسيبك. انا معانا اتصال. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام. ازيك يا معالي الدكتور؟ منور الدنيا والله. يا رب يكبر خاطرك ويحفظك. ويعني احنا والله بنشكرك ان حضرتك بتطلب الضوء على البرامج الجميله اللي مرت التلفزيون. طبعا بنشكر حضرتك طبعا برضو اكتر ان جبت لنا الجوهره الدكتور ياسر. ربنا يحفظك يا رب وينفع بيه. وربنا يبارك في القناه وفي في قصه المعدين، ويبارك فيكم جميعا ويحفظكم.
ربنا يحفظك ويعيدك مبارك وكل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. ولما نقول لعرب القران نموذج يبقى مش اقل من عالم من العلماء يبقى موجود، لان هم منورينا ومشرفينا في كل حته، يبقى لازم نجيب احد علماء مصر والعالم معانا الدكتور ياسر. اه ده شيء طيب طبعا وشيء كريم. انت جميل وبقول لك كل سنه وانت طيب، ربنا يحفظك ان شاء الله كده من تقدم لتقدم باذن الله تعالى. ربنا يسعدك ويحفظك، ربنا يبارك في حضرتك يا حبيبي، كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم ربنا يحفظك. اتفضل معانا اتصال ثاني استاذ محمد. معايا الاستاذ محمد من دار السلام. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي الغالي دكتور طارق. يا اهلا وسهلا استاذ محمد صابر الفحام. تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور ياسر. يا رب يحفظك ويبارك فيك يا حبيبي. يا اخي بشكركم والله على البرنامج الجميل بتاعكم دوت، وربنا يجعله دايما خير في ميزان حسناتكم واولادكم يا رب باذن الله. احنا سعداء بسماع صوتك والله يا استاذ محمد، تحياتي ليك ولاهلك وناسك، وربنا يحفظك ويحفظهم. الله يخليك يا دكتور، الله يخليكم، مستنيين ان شاء الله المزيد من الحاجات الحلوه دي باذن الله. عيدك مبارك يا حبيبي، وبشكر ليك المداخله الرقيقه الجميله، وده طبعا سمتك وطبعك دايما يا محمد، ربنا يحفظك. حبيبي بارك الله فيك ويحفظك ويحفظ اولادك باذن الله. تحياتي ليك ولاهلك وناسك، ربنا يحفظك يا حبيبي ويبارك فيك. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك يا حبيبي، ربنا يحفظك. قبل رجلاء عايز اسمع اميره بقى الكتاكيت الصغيرين كده وهي بتسمعني كده بقى النصب بتاعكم الصبح لما بنخش الحضانه بنقول ايه. يلا يا ولاد نقول يا حي يا قيوم. هنقول مع بعض. هات الميكروفون. لا ثانيه واحده، ثانيه ديوا الميكروفون. انت بتضحكي عليا ولا ايه؟ خدي الميكروفون عشان بابا يسمع صوتي. اتفضلي اتفضلي. يلا يا لوجي امسكي. يلا امسكي في النص كده يا دادا وهم يقربوا مني. قربي يا لوجي منها. يلا قولي. يلا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح ومن عذابك نستجير اصلح لي شأن أي أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك الإيمان والتقى والعفاف والغنى والنجاة بالجنة والنجاة من النار ولذة النظر إلى وجهك الكريم. أحسنتم أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله. نسمع دعاء من لوجي بقى. يا رب الدعاء الجميل ده يكون من نصيبنا ونصيب كل السامعين إن شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب. يلا يا لوجي هتسمعينا إيه؟ هتقول دعاء جميل كده. يلا يلا ادعي يلا عشان نقول معاك. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتني ورزقتني وهديتني وعلمتني وألقصتني وفرجت عني، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافي، كبدت عدونا ورصدت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شهيد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. يا رب يبارك في أمك وأبوك وفي المعلمات بتوعك على الكلام الرائع الجميل. ما شاء الله عليك يا لجين. ده أنت بصي بقى، أنا هقول لك أهو وبابا وماما سامعين، أنا هديكي عيدية هديكوا كلكم يعني، بس انت بقى بصي عملتي زي دانا فرحتي قلبي كده. الدور على اميره بقى دلوقتي، هسمعها ان شاء الله. ما شاء الله، مين اللي حفظك الدعاء الجميل ده يا لوجي؟ ماما. طب انا عايز اقول لك على حاجه،
عايزك تبعتي دلوقتي والميكروفون معاكي ابعتي رساله لماما قولي لها ماما بحبك يا ماما. انت بتحبيها قد ايه بقى؟ يلا قولي لها بحبك يا ماما. بحبك يا ماما. وابلة مين كمان؟ وابلة نجلاء بتحب. لا ومين كمان بتحبي؟ ابلة مين بتاع بتحبي ابلة مين تاني؟ معلمه الفصل ابلة مين؟ ابلة رحيم. ابلة رحيم. طب ابعتي رساله لبابا عشان نعرف نروح بس. قولي لبابا تقولي له ايه؟ بحبك يا بابا. ده هم كمان بيموتوا فيك يا لجيني ما شاء الله تبارك الله. فضلت الدكتور ياسر يعني ما شاء الله يعني حاجه مشرفه ومطمئنه ما شاء الله ما شاء الله تبارك وتعالى ان نكون كل ذريتنا ان شاء الله الى يوم القيامه بمثل هذا النهج وافضل ان شاء الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الاهتمام بالنشء والاطفال؟ نعم احد فقهاء بيربي الاولاد معاه في المجالس. ما فيش كلام. لسه اختنا المعلمه الفاضله قالت حديث النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام، يعني كان طفل حدث صغير ويعلمه تعليم عملي. وبعدين كان سيدنا معاذ في معظم حديثه يقول كنت ردف النبي، كنت مع النبي، كنت خلف النبي. والنبي عليه الصلاه والسلام في حركته كان يصطحب الاطفال، وكان مصاحب الطفل صاحب الطائر الصغير عمير. عمير وكان عارف انه له طائر واسمه النغير، ولما مات النغير فسيدنا رسول الله فضل واقف معاه لغايه ما كان يبكي خلاه، يعني كان عليه الصلاه والسلام متواصل. وكانت تاخذه الجاريه الصغيره تاخذ بيده الشريف فتطوف به المدينه ولا لا نهارها. عايز اسمع من حضرتك موضوع الجاريه، لما اسمع ام جويريه معانا تليفون ام جويريه. معلش يا دكتور. عليك السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بام جويريه من عرب القران من عرب الرمل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. كل سنه وانت طيب. وانت واهلك وناسك ومصر والوطن العربي كله. كل سنه وانت طيبه يا ابله نجلاء. طيب يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يرضى عني حتى ترضي. انا بهدي التحيه لكل اللي موجودين في القناه، وبحيي دانا محمد فؤاد انا خالتها. ان ربنا يوفقها يا رب ويصلح لها حالها. والفضل كله طبعا بعد ربنا لام دانا، وربنا يصلح لها الحي. اللهم امين. اللهم ربنا يحفظك ويبارك فيك. اللهم امين. وبنشكرك على المداخله الجميله ديت، ونعم الخاله ربنا يبارك فيك وفي اخواتك. ودانا النهارده شرفتني ورفعت راسي وقاعد فخور بيها جدا جدا جدا. اللهم بارك. الدكتوره دانا ان شاء الله للواحد كده يشرف ويسعد بيها. ربنا يحفظك يا دانا انت واهلك، ربنا يبارك فيك. دكتور جويريه احد فقهاء الملكيه في بلاد المغرب. نعم. جاءه رجل وعنده قد رزقه الله تبارك وتعالى بطفل صغير، وقال له يعني عايز ياخذ منه منهج ازاي يربي هذا الولد. فقال له ماذا اعلمه؟ قال علمه القران وسوف يعلمه القران وكل شيء. الله اكبر. يعني اغرز فيه القران، لان القران تعليمات. يعني واحنا حتى لو اسقطنا على الواقع الان في الأحداث اللي بتعيشها البلاد ويعيشها العالم، تعليمات النظافة وتعليمات البر وتعليمات صلة الأرحام وتعليمات كذا وكذا، وكل ده الواقع بتاعنا. القرآن مش آيات تتلى داخل حجرات مغلقة، لا، القرآن أفعال وتصرفات للمسلمين يجب أن تنعكس عليهم في شوارعهم وفي مجتمعاتهم وفي أخلاقهم، لأن النبي كان قرآنا. كمان في أمر مهم، يعني جه برضو واحد من الناس وقد يعني يريد من أحد الفقهاء انه يعني يضع له منهاجا لتربيه الاولاد. فقال له كم عمره؟ قال 3 سنوات. قال لقد جئت متاخرا. الله، يعني 3 سنين وجيت متاخر. فعشان كده الدعوه اللي بتقول لك لا انا ابدا بابني من 6 سنين، بعد 6 سنين، بعد 10 سنين، ما اضغطش عليه دلوقتي، الكلام ده غير صحيح. لا، ده انا ببدا لابني حق ابني علي قبل ان ياتي الى الدنيا، في اختيار الزوجة الصالحة، في بعد كده أثناء الحمل له حق الولد الموجود. وأثبت العلم حديثا في أحد الأبحاث الألمانية أن الطفل وهو صغير وهو جنين في بطن أمه يتأثر بسماع صوت القرآن الكريم. كذلك في تربية في الناشئ، حتى أن يعني جاء في الأثر أن بعض نساء الصحابة كنا في شهر رمضان يعني يقللن من عدد الرضعات للأطفال حتى يعلم الطفل أو تكوينه الداخلي يعلم أنه في هذا الزمان أو هذا الوقت من السنة تقل عدد رضعاته، يعني يقل الطعام في هذه الأيام، رغم أنه غير مكلف وهي غير مأمورة بهذا. لكن كانت تقول أنا في رمضان لو هرضع ابني 6 رضعات في اليوم أو 4 رضعات في اليوم هخليها 3، عشان يعرف جسمه يتبني على أن في هذا التوقيت من العام تقل عدد
مرات عامه وشرعه. الله اكبر. فشوف كان دماغهم مشغوله قد ايه بتربيه الاولاد. نعم. على النهج الدين، نهج الدين والاسلام. يعني عايز اطفالنا والعيد. نعم. وعايز اتكلم مع حضرتك في اداب العيد وازاي ولادنا يفرحوا ولكن من غير طغيان، من غير منحيد. نعم. هرجع لحضرتك في النقطه دي يا فضيله الدكتور ياسر. طيب. وانا سعيد جدا ان حضرتك قاعد كده يعني بننهل من الكنز. شرف يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك. بس عايز اسمع اميره بقى. نسمع اميره. عشان بردانه. أمين. انت كيف هنا عالي وكنت بردانه. ها انا عايز اسمع منك حاجه عشان تدفي كده. يلا هتسمعينا ايه يا اميره؟ وانت داخله. يلا بسم الله. داخله خارجه من البيت دلوقتي. دعاء الخروج من البيت. وانت خارجه من البيت هتقولي ايه؟ ها بسم الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. إيه تاني؟ لما نرجع بقى ندخل البيت المعلمة بتوصلنا نعمل حاجة، هنقول إيه وإحنا داخلين البيت؟ بسم الله ولجنا. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على ربنا توكلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت ماما وبابا قاعدين في الصالة، قلتي ايه بقى؟ ها تسلمي على مين وتقولي ايه؟ تسلمي على ماما وتقولي لها ايه؟ اقول لها ارضي ارضي عني يا ماما. ومين كمان؟ وبابا. او تقولي له ايه؟ اقوله ارضي عني يا بابا. جزاك الله خيرا. ان شاء الله هم راضيين عنك. ما شاء الله ربنا يبارك. ولو ما رضوش عنك احنا ده انت ما شاء الله ربنا يحفظك يعني ويبارك فيك على النصر. الفت نظر حضرتك يا دكتور ان في الفتره اللي هي طبعا فيها الابتلاء اللي الناس كلها فيه دلوقتي، سبحان الله احنا بنعلم الاولاد عن بعد، كل شغلنا اونلاين دلوقتي، وفضل الله ربنا يبارك في شيخ عصام برضه يعني قال العمل لوجه الله، لا بناخد فيه يعني قدر مالي ولا اي حاجه، كل عمل لوجه الله. بفضل الله المعلمه بعد ما كانت بتشتغل في الفصل لوحدها بقت بتشتغل هي واولياء الامور في البيت. بس انا هرجع مع حضرتك في النقطه بتاعت هل بنتقاضى امور على الارتقاء بمستوى المعلمه ولا لا. نعم. بس هاخد اتصال استاذ اسامه. اتفضل. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، عيدك مبارك. برنامج شيق جدا 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 والله. ربنا يبارك في حضرتك. ان كل اولادنا يكونوا بهذه الصفه. ربنا يحفظك. وهذه التربيه الجميله. ربنا يسمع منك. انا بشكر كل اهل البرنامج وبخص بالشكر الدكتور ياسر. ربنا يحفظك. بارك الله فيك. كل عام وحضرتك بخير. ما شاء الله عليه. لان حضرتك الدكتور ياسر ده ليه ابن قارئ. ما شاء الله تبارك الله. ولده ابن قارئ. ليه ابن قارئ قارئ القرآن. ما شاء الله. نعم. اسمه عمار بن ياسر. نعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا استاذ اسامه. اشكرك على المداخله الطيبه الجميله وكل عام وانت بخير. وانا بضم صوتي لصوتك وبنبعت رساله شكر لكل القائمين على قناه الصحه والجمال والقائمين على برنامج فرحه العيد. بنقول لهم شكرا جزيلا ان انتم تسمحوا لنا ان احنا نبرز اولادنا بالشكل الرائع الجميل ده. تحيه شكر ليهم. ربنا يحفظهم. طبعا طبعا. الدورات اللي بتعملوها ما بتاخدوش عليها؟ لا طبعا. كلها لوجه الله. كلها مجانا. هو سبحان الله دار وفود الرحمن دي قاعه مجهزه لكل الدورات مجانيا. بتعملوا ارتقاء بمستوى المعلمات؟ طبعا اكيد. في ابله نجلاء. ابله نجلاء زايد، وانا عارف انك مشرف تربوي وخبيره في التربيه. ربنا يبارك فيك. هل في مواصفات للمعلمه عشان تقدر تشتغل مع الاولاد ولا اي حد يجي يشتغل؟ طبعا. هي الفكره قائمه على 5 محاور رئيسيه، منها يتكون المنهج الطيب دوت. طبعا اهم محور في العمليه التعليميه هو المعلمه. المعلمه مسؤوله عن 60% من نجاح العمليه التعليميه. نعم. المعلمة طبعا لها صفات، بسمي المعلمة ديت المرسل أو القائم بتقديم الرسالة. نعم. وسمي التعليم هو رسالة وليس عمل. نعم. لها طبعا مواصفات هنسردها دلوقتي. المستقبل أو المتلقي هذه الرسالة ليه صفات، لابد للمعلمة أن تكون ملمة بالأمر، صفات المستقبل عشان تودي الرسالة في الوقت الصحيح بالمقدار الصحيح بالكيفية الصحيحة.
يعني انتوا بتعملوا تحليل لشخصيه الاولاد وبتتعاملوا بشكل نفسي واسع جدا؟ طبعا على قد ما بنقدر. المعلمه بتبقى عندها القدرات دي ان هي تكتشف القدرات بتاعت هي الاولاد. هي المعلمه مش عندها القدرات بس احنا بنحاول نعينها على الامر دوت. نعم. لان طبعا في يعني ايه معلمه تكون مثلا حقوق ممكن تكون بس بفضل الله كلهم مؤهلات عاليه. بس في حد عنده التربوه وحد ما عندوش، ولكن المعلمه محبه. فمن احب ابدع. لا بصي قبل انا يعني نعم. انتوا بتجبروا المعلمات بتاع المعلمات نعم النقص اللي عندها بتعوضوا لها عشان تكتمل تقدر أيوه. تشتغل تتعامل بالممارسه يعني. كمان بالممارسه دي من ضمن المعوقات اللي قابلتنا ان الكوادر كانت قليله بس بفضل الله يعني ابتدينا يعني نسيطر على الامر ده بان احنا نعمل نقيم دورات يطلع منها كوادر جديده نبتدي نفعل وتشتغل المدرسه في الاول مش بتبقى عارفه ما كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم نعم. يعني احنا ما كناش عارفين حاجه بفضل الله لما اشتغلنا في دور القران بقى لنا اسم وبقى لنا صيت صحيح. فسبحان الله المحب للامر بيبدع فيه المضغوط عمره ما بيبدع. طيب انا برضو لسه احنا محتاج برضو اوضح لكل الساده المشاهدين في كل الدنيا كل الدنيا اللي بيتفرجوا علينا النهارده ايه مواصفات المعلمات اللي قدرنا بيهم نوصل بالمستوى ده للاولاد. بس خليني احنا كانوا وعدونا بانه نطلع فاصل عشان نجيب بقيه الاولاد بتاعتنا اللي بره فمش عارف الشباب هيساعدوني في الفاصل ولا نكمل. اسمحوا لي يا الساده المشاهدين نخرج فاصل صغير كده ونرجع ليكم تاني نكمل معاكم فرحه العيد. انتظرونا. السلام عليكم. رجعنا لكم بعد فاصل والعيد فرحة وأكاديمية الفتح للقرآن الكريم بعرب الرمل وبوجود العالم الجليل الدكتور ياسر نصيف رضوان عالم من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة علماء المسلمين ومعايا الأستاذة نجلاء زايد المشرف التربوي لأكاديمية الفتح للقرآن الكريم ومعايا ياسين محمد صاحب الصوت الجميل اللي متعنا وأمتعنا النهاردة. ياسين ربنا يحفظك. معانا بقى دلوقتي مجموعه من الاولاد الجمال اللي خليناهم بقى نقول البونبونيه بتوع اللقاء النهارده. هنشرف بيهم ونشوف كده معاهم ايه النهارده يفرحونا ونفرح معاهم في العيد. هنفرح النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ربنا يحفظكم. قبل نجلاء كنا بنتكلم على المواصفات بتاعه المعلمه وهي نقطه الحقيقه يهمني قوي ان كل الساده المشاهدين يعرفوا انه في معايير بنختارها للمعلمه وبنحط لها نعم. ترتيبات عشان تستحق او تليق بان هي تعلم ولادنا. نعم. هو اول صفه واهم صفه في المعلمه الاخلاص، يعني نعم. سبحان الله عمل بلا نيه عناء، واخلاص بلا وعمل بلا ونيه بلا اخلاص هباء. فسبحان الله العمل لما يكون فيه اخلاص من المعلمه بتبذل قصارى جهدها. تاني حاجه ان يكون بتطلب التوفيق من الله عز وجل. من صفات المهمة جدا في المعلمة انها لا تدعي الكمال. الكمال لله وحده. نعم. الرفق، الرحمة، اللين، الشفقة على ابناء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرفق في اكثر من موضع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: الرفق ما وضع في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. ويعني سبحان الله الرفق كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفق حتى بالحيوان. نعم. مش كان بيرفق باولاد المسلمين، فيكون شعار المعلمه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل عندما زار الطفل الغلام اليهودي، فلما علم انه في مرض الموت فقال: يا غلام قل لا اله الا الله. نعم. فنظر الولد الى والده فقال: اطع ابا القاسم. فقال: لا اله الا الله محمد رسول الله، وفرغت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. فيكون شعار المعلمه تقول: الحمد لله الذي انقذ بي نفس النار. لا تدري اي حسنه تدخلك الجنه. الله لعل مسحه على شعر طفل تدخل الجنه، ابتسامه في وجه طفل، تربط على كتفه، من الاشياء الجميله اللي احنا بنقول التربيه بالحب زي ما كان الدكتور بيتكلم دلوقتي، ان المعلمه يكون عندها يعني الرفق والتواضع والرحمه ده. واقول لحضرتك الرفق والتواضع والرحمه
وهترجعيني تاني لموضوع وسائل التحفيز ووسائل العقاب. هل المعلمات دكتور ياسر موضوع مهم قوي اللي هو موضوع نعم. توصيل المعلومه، هل لو المعلمه مهاراتها بسيطه وقليله شيء طبيعي انها تحتد على الولد لو نعم. عندها الملكات وعندها القدرات هتبقى عارفه يكون عندها اكثر من وسيله لتوصيل المعلومه حضرتك. اذا فقدت مثلا وسيله معينه بتبحث على بديل لتوصيل المعلومه، المهم تصل الى نتيجه. بس هذا لا يحدث الا اذا كانت مؤمنه بالفكره ومؤمنه بما تقوم وبما تفعل. إن ما كانتش مؤمنة، لأننا بيقولوا كده علماء التربية، لو أنا عايز أقنع واحد بفكرة معينة لازم أنا أكون مقتنع بها ألف مرة عشان أقنعه بها مرة. الله أكبر. ما كنتش أنا مقتنع بها ألف مرة مش هعرف أقنعه بها. فهي فقد الشيء لا يعطيه، فهي لازم تكون مقتنع بهذا. والمشروع الحقيقي لنا في حياتنا هي الأولاد دي. ده أعظم مشروع. يعني اللي عنده مصنع اللي عنده شركة بيهتم بيها ويقعد ويجيب خبراء اقتصاديين ومحاسبين بيعمل لهم ميزانية وكذا وكذا، وناس ماسكين تسويق وافكار جديدة عشان يسوق، وبعدين بينتج نفس المنتج بتاعه بس يحطه باسم تاني ويعلب بمعلب اخر ويغير لون الورقة، وكل ده فكرة عشان دنيا. نعم. عايزين برضو نجتهد بهذه الطريقة كما نجتهد للدنيا، ما نتركهاش ولا حاجة، لكن كما نجتهد لها نجتهد ايضا لاولادنا دول. لاولادنا قبل بتهتموا بالمعلمات اكيد، بتعملوا لهم الدورات. بس كنت عايزه اقول لحضرتك بس نقطه، ليه الاطفال او تعليم الاطفال مش او دور الحضانات مش قائمه على الرجال بل قائمه على النساء؟ نعم. لماذا؟ لان سبحان الله عاطفه الامومه موجوده في الانثى مش في الذكر، ولذلك يقولون المعلمه هي الام البديله. نعم، هي الام البديله. نحن صانعات الرجال، ودور القران هي مصانع الرجال. نعم. وهم دولت امل الامه. نعم. رجال المستقبل. جميل زي ما بقول لحضرتك ان المعلمه عشان تكون مبدعه لازم تكون ملمه بالخواص الطفوله دي، بخواص المرحله. فمن خواص المرحله الطفل كثير الحركه، لو حضرتك نظرت الاطفال دلوقتي. نعم. البالونات شداهم. نعم. فالطفل كثير الحركه، يلتزم المعلمه تكون عندها ايه حيويه ونشاط وتجذب انتباه الطفل. الطفل كثير الاسئله، لابد المعلمه تكون اوسع افق علشان تقدر تخلي الطفل تستوعب السؤال او تبلور السؤال. السؤال بيسال بطريقه بسيطه جدا. نعم. يبقى لازم هديله الاجابه اللي تناسبه، اللي تناسبه مش اللي اعلى منه. صحيح. المعلمه عشان تكون يعني بتلم بخواص الطفل تعرف ان الطفل عنيد، فلابد ان عندها سنه التغافل. عشان الطفل العنيد دوت ما يزيدش في عناد ويبقى عناد سلبي. المعلمه يكون عندها درايه بان الطفل عنده ذاكره اليه، فلابد ان هي تحفظه الاشياء المفيده. نعم. الطفل يحب التقليد. نعم. يتقمص دور المعلمه. فالمعلمه لابد ان تكون قدوه. هارون الرشيدي. نعم. لما راح ذهب الى احد مؤدبي او معلمي اولاده قال: اوصيك قبل أن تبدأ بتربية أبنائي فابدأ بنفسك أولا فقومها، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح ما استقبحت، تهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعطي الدواء إلا بعد معرفة الداء. ما شاء الله. كثير من المعلمات ممكن ما تكونش فاهمة المحتوى ده. فإحنا بقدر المستطاع بنحاول، وده نوجهها من خلال يعني زي محاضرة أسبوعية فيها لقاء ايماني، يمكن حضرتك حضرت الاخوات. انا حاجة لبعض التفاصيل دي بس. نعم. سمعينا بقى حاجه من الاولاد الاول. هم الاولاد اللهم بارك معانا هيثم. هيثم برضو 7 سنوات، هو في الاحزاب دلوقتي. الله اكبر. اللهم بارك. الاحزاب ما شاء الله. والاولاد مصطفى لسه في يعني 3 سنين ونص. ما شاء الله. عمر برضو 7 سنين. وعمر 4 سنين. تمام، الله اكبر. فيعني نبدا بهيثم. يلا يا هيثم، خد يا هيثم الميكروفون. يلا ابدا. هتقرا ايه يا هيثم؟ يا ايها النبي. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك، ان الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجه الظاهرون منهن أمهاتكم، قولكم بأفواهكم وهو يقول الحق
وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وليس عليكم جراح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. مين اللي حفظك بقى؟ مامتك والمعلمه بتاعتك مين؟ ما هي والدته محفظه معانا. والله ما شاء الله. طب بص يا هيثم، انا الاول انا مبسوط انت في الاحزاب. نعم. انا مبسوط جدا بيك، وعايزين نبعت رساله شكر لماما في التليفون الميكروفون. تقول لها ايه؟ تقول لها انا بحبك قوي يا ماما. قول لها في الميكروفون انا بحبك قوي. مش هي اللي حفظتك؟ قول لها انا بحبك قوي يا ماما. انا بحبك قوي يا ماما. وابعت رساله بقى لبابا قول له بحبك قوي يا ابي. بحبك قوي يا ابي. ربنا يحفظك ويحبك. انا مبسوط بيك جدا جدا يا هيثم. انت عندك 7 سنوات ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب. طيب مين تاني؟ عمر بقى يا سمعنا حاجه ولا مين؟ يلا عمر. عمر يلا قول سوره النبأ كده. النبأ يلا. بسم الله. عمر التاني. عمر الصغير وبعدين عمر الكبير بعد كده. لا ده عمر الكبير ده. والله بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض كفاتا. لا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من النور فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من النور تراثا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. برغم إن أسنانك واقعة إنما قريت حلو. إيه اللي وقع سنانك؟ أنت كمان؟ ما شاء الله. عمر انت جميل قوي يا عمر. انت عندك كام سنه السنه دي؟ 7. ما شاء الله. في سوره ايه دلوقتي؟ سوره المجادله. ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيك. وان شاء الله هستضيفك معايا لما تختم باذن الله. هو عمر وهيثم الاثنين قد ده. ما شاء الله، ربنا يحفظهم. ربنا يحفظهم. استنى بقى انت بقى، هاجي لك بس بعد شويه. انت مستعجل؟ خدت عاديه؟ لا لسه. انا هكلمهم دلوقتي واحنا على الهواء، ولازم اول ما تروح تاخد عاديه على طول ان شاء الله باذن الله. بس خلينا نسمع حاجة من ياسين الأول، وبعدين إيه؟ إدي لياسين الميكروفون. وبعدين بقى إيه؟ نرجع بقى إيه؟ نكمل معاكم تاني يعني، ماشي؟ يلا ياسين. كده اسمع حاجة مثلا. عندي قصيدة ولا للقدس يعني. قصيدة عن القدس؟ أنا عايزك تغني عن مصر الأول، وبعدين نغني عن القدس. وبعدين يعني إيه؟ نقول عن مصر الأول، بس خليني الأول أسألك، أنت في سنة كام السنة دي؟ قرب الميكروفون منك. في تالتة إعدادي. في تالتة إعدادي. ليه اخترت الطريق دوت؟ ومين اللي حببك فيه؟ قرب الميكروفون. طبعا يعني اهلي طبعا اول حاجه اللي هم قربوني، وكل الشيوخ هم اللي حببوني في الموضوع ده كله. اتعلمت على ايد مين؟ انا صراحة اتعلمت على كذا ايد كذا شيخ يعني. ما شاء الله تبارك. طب يلا سمعنا بقى. ياسين طالب في معهد خطاب حميده الازهري. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، ربنا يحفظك. معهد خطاب حميده الازهري. أيوة في امبابه. معهد حكومه. طيب يلا سمعنا بقى الاول حاجه عن مصر كده، خلينا حبيبه قلبنا. يلا قرب الميكروفون بس. شد شوية. الله الله يا ربي الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من الها، أم صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله 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 على الأزهر. الله 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 أكبر أم الدنيا، كمان وأكتر لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين، ابعت سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين وديما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من الهام، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله 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 على الأزهر. الله الله
الله أكبر أم الدنيا كمن وكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله مصر الجميلة العظيمة مصر أم الدنيا وانت لطالما اتكلمت على مصر أنا والدكتور ياسر وأبلة نجلاء وكلنا لازم نأكد دلوقتي على أن احنا بنبعت رسالة شكر لجيش مصر وشرطة مصر والجيش الأبيض دكاترة مصر أطباء مصر وكل فرق العمل في وزارة الصحة كل القائمين على حماية وحراسة صحتنا وحدودنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويحميهم على كل الجهد الكبير اللي بيبذلوه وكمان عايز أقول بنترحم على شهدائنا شهداء مصر الأبرار أسأل الله العظيم أنه يا رب ينولهم الجنة ويصبر أهلهم ويصبر أهلهم اللي جي عليهم العيد وهم ما مش فرحانين احنا بنضم صوتنا لصوتهم ونقول ان شاء الله اللقاء في الجنه ربنا يلهمكم الصبر ان شاء الله وشهدائنا ان شاء الله في الجنه اسال الله العظيم انه يرفع الهم والغم والكرب عن مصر باذن الله شكرا على صوتك الجميل الرائع ربنا يحفظك يا ياسين وعايز اسمع بقى نسمع عمر هتقول لنا ايه يا عمر اتفضل امسك عنده ايه عمر يقوله يا ابله هو عنده قران وكنت لسه يعني بنحفظه كده كلمه عن فضل القران يقول لنا كلمة عن فضل القرآن ونساعده يعني كده حاول تقول كده يا عمر ارجع لورا يا هيثم شوية ايوه كده تقدر تقول كلمة عن فضل القرآن يلا قول يلا كده يلا عشان تاخد عادية لما تحاله لكتبت ما دوت أدوات كله القرآن قد فرض الله تحلة أيمانكم لكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سورة التحليل لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وعليم حكيم وإذ أسر وإذا صور النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به خوف ما أنبقى قال قال هذا نبأ الله نبأني ولا نبأني نبأني العليم الخبير تتوبة تتوبة إن تتوبة إلى الله أن تتوبة إلى الله تتوبة النصوح لا 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 طب خلاص كفاية بس بقى أنا أقول لك على حاجة أنت عارف الأول والله العظيم أنت عسل وانا مبسوط جدا بقول لك قول كلمه عن فضل القران قمت داخل انت على طول في الصوره كده على طول ما شاء الله على طول ها في التحريم مش كده ايوه الاجمل بقى ان عمر جنبك بيصلح لك ايوه بيحبك مش عايز يعني بيساعدك بص لعمر كده وقول له انا بحبك يا عمر انا بحبك يا عمر خد منه الميكروفون قول له كمان وانا كمان بحبك يا عمر وانا كمان بحبك يا عمر يا رب يجمعكم بالحب ده في الجنه انتوا واهلكم ان شاء الله خلي الميكروفون معاك ربنا يحفظكم يا رب الجهد كبير في الفترة اللي فاتت من 2005 ل 2020 15 سنة جهد قابلتكم معوقات يا معلم أكيد أكيد معوقات اجتماعية معوقات مادية سبحان الله يعني طبعا ما كانش ما عندنا زي ما أقول لحضرتك السيولة أو المادة اللي احنا ندي المحافظات أو المعلمات بيها كانت أجور بسيطة أول الراتب كان ليه 20 جنيه يعني اول راتب من 2005 كان 20 جنيه فسبحان الله كل الناس بتحوشي كل الناس كانت بتقول ازاي ال 20 جنيه بتاعتك دي استنى ناخد منى من قبل منى اتفضلي الو السلام عليكم يا اهلا وسهلا مرحبا عليك السلام ورحمه الله ازاي حضرتك يا دكتور يا رب يبارك فيك عيدك مبارك علينا وعليكم ان شاء الله بصراحه كوكبه ممتازه وفكره ممتازه جدا جدا ودكتور ياسر بصراحه منور الدنيا وحضرتك ربنا يحفظك والاستاذه نجلاء ربنا يبارك في حضرتك وبجد عرب الرمل دي حاجه ممتازه 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 ليا الشرف ان انا بتعامل معاهم ربنا يحفظك بجد يا رب يبارك لهم على كل اللي بيعملوه يا حضرتك عندك اكاديميه للقران؟ لا انا عندي اكاديميه بس هي طبعا فيها قران اكيد يعني تحت رعايتهم ان شاء الله باذن الله وبتنزلي تاخدي دورات في عرب الرمل؟ بصراحة أنا بستضيف في الناس والناس بيجوا متبرعين مجاني أيوة ربنا يحفظك فربنا يبارك لهم بجد يعني بستضيفهم على أساس يعني يفيدوني ويفيدوا غيري لأن أنا مش من عرب الرمل نعم أنا من بنها نعم نعم ربنا يبارك فيكي وفي أهل بنها كلها وأتمنى أن الجمهورية كلها العالم كله بجد يستضيفهم لأن هم بصراحة ناس يستاهلوا ربنا يحفظك على الشهاده ديت وعيدك مبارك بجد بجد حاجه جميله من حضرتك يا دكتور ان انت تعرف الناس بالعرب الرمل هي معروفه اساسا يعني بس ده احنا اللي بنتعرف بعرب الرمل ربنا يبارك بحضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيكي وبشكرك على المداخله الرقيقه الجميله دي عيدك مبارك وربنا يا رب يحفظك ويحفظ اهلك وناسك ان شاء الله شكرا ليكي يا ابله منى
يعني رساله شكر جميله جايه من بنها. ربنا يبارك فيك. للناس اللي انتوا بتروحوا لهم لغايه مكانهم عشان تديهم كل جديد يعني. هو بفضل الله اي مكان ايا كان في اي مكان في الدنيا. نعم. طلب حد يتعلم بيجمعوا كوادر حوالي 30 اخت. سيب الميكروفون يا عمر. احنا بنقوم بتعليمهم مجانا لوجه الله. نعم. يعني هو الفكره قائمه على ان احنا ننشر الخير في كل ما زال الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه. دي كانت تعليمات مين بقى؟ مشرف العام على دور القران شيخنا الشيخ عصام يوسف ربنا يبارك فيه. هو كل نبتغي الاجر من الله. نعم. يعني كونوا ربانيين دايما يقول لنا كده كونوا ربانيين. رساله نكون ربانيين دي بيتبناها الشيخ عصام وبدات أكيد. من فضيله الشيخ طارق. ايوه نعم. الشيخ اسماعيل عبد التواب. نعم هي بفضل الله اصبحت دور عرب القران هي بقت قبله للعالم كله في المنهج، والمنهج بفضل الله طبق في المدارس دلوقتي في الازهر، وعملنا دورات في الازهر وعملنا دورات في بعض الاكاديميات وبعض المدارس الخاصه، عملنا في يا في عمر اماكن كتير يعني. هاتي الميكروفون. عملنا الـ 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 الدورات في اماكن كتير جدا ما شاء الله. فبفضل الله طبعا كان بيبقى في مثلا رفض من الناس، بس لما الناس بتشوف الفكره وقد ايه الطفل اخلاقه اتحسنت. طيب يمكن الناس لمستها اكتر بقى في الزمن في وقت الكورونا ده. طيب انا باكد على كلام حضرتك ده عشان برضه تقولي لي الدكتور ياسر، الهدف او الفكره فكره تمكين الاطفال في سن مبكر من لغتهم الام. نعم. اللي هو الرساله العالميه، كل دول نعم. العالم بتتبع هذا المنهج اللي هو تمكين الاطفال من اللغه الام بتاعتهم. لما الطفل يبقى عنده ثروه لغويه وبيعرف لغته كويس بيقدر يستند عليها في انه يتلقى العلوم الثانيه. نعم. طب لو ما عندوش فارغ بيبقى عنده مشكله كبيره جدا وبيختلط الايه الحابل بالنابل زي ما بيقول. نعم. فموضوع ان احنا في مصر في عرب القران بتاكد على موضوع تمكين اللغه الام وبتختار لها منهج قوي اللي هو منهج كلمات القران. نعم. وبتختار القران كمنهج تربوي كمان. نعم. مش منهج لغوي بس، ده كان سر التميز. انا كنت عايز بس حضرتك اضيف او اكد على النقطه دي اللي هي ليه عرب القران متميزه، لان هي اختارت منهج لغوي ومنهج تربوي واستسقتهم من القران. نعم. فعشان كده تميزت واصبحت دلوقتي بتقود في كل محافظات مصر وخارج مصر في دول كتير جدا جدا، يمكن ما فيش دوله عربيه ما فيهاش نور بيان وما فيهاش فتح رحمن دلوقتي. ومش مجرد بعد اذن حضرتك مش مجرد بس تعليمات كلمات قرانيه. اسال سؤال بعد اذن حضرتك، مين اولى بسرعه الحفظ، احنا ولا الصحابه في حفظ القران؟ مين كان اولى بسرعه الحفظ؟ الصحابه. نعم. ليه؟ عشان ما فيش مصحف يرجعوا له، كان بيتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا عندنا اكثر حفظه ولكن هم كانوا اكثر عمل. نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول لا نتجاوز العشر ايات حتى نعمل بها. فاحنا بقى في دور القران بنحاول نجعل المعلومه معموله. الفرق بقى اللي احنا بنتميز بيه دلوقتي ان احنا بنخلي الاولاد تشتغل يفهم يعني ايه، يعني ايه قران. نعم. يعني ايه كلمه شرع، شارع شارع ع، يعني شرع يعني ايه؟ مين اللي شرع؟ الله. خلق خلق، مين اللي خلق؟ الله. امر، وهكذا يعرف معنى الكلمه، يعرف معنى الصوره، يعني ايه الزلزله، يعني ايه البينه، يعني ايه القارعه. نعم. يتمعن في القران لما يفهم. لو انا عملت خريطه وعصف ذهني للطفل كده، رسمت على السبوره شمس ومطر وكعبه، الصوره دي تديك ايحاء ان انا بتكلم على صوره ايه؟ قريش. نعم. اهو رحله الشتاء ادي المطر، الصيف ادي الشمس، رب هذا البيت ادي الكعبه. فبنعمل عصف ذهني للطفل. نعم. ندي سوره القران بالمقطع. نعم. مثلا سوره النازعات مثلا خمس ايات الاول بيتكلموا عن الملائكه، طب مين يا اولاد اللي هيجيب لي المقطع اللي بيتكلم عن قصه سيدنا موسى؟ هل اتاك حديث موسى؟ طب مين اللي هيجيب لي المقطع اللي بيتكلم عن اليوم الاخر؟ وهكذا. طيب دكتور ياسر، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام يعني تربيه الاولاد زي ما قلنا بالمحبه يعني. نعم. والنبي كان لنا قدوة يعني. هل ضرورة وجود القدوة في حياة الأطفال؟ يعني احنا نربي أولادنا دلوقتي التربية بالقدوة دي حضرتك نذكر فيها ايه؟ الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب اللي ابن عمر قرأ في نعم. مطلعها في الآية 21 قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى القدوة والأسوة في شخص رسول الله مش معناها أن بس في جناب رسول الله، لا،
ان احنا ننتقل من دور ان احنا نقتدي بسيدنا رسول الله ان احنا نبقى قدوه لغيرنا. لان الاجيال تتوارث. ولذلك العلماء قالوا مثلا في بر الوالدين، بر الوالدين كتاب تكتبه انت ويقراه اولادك. يعني بدل ما ادي ابني 10 ساعات ازاي يقبل ايدي وسط الناس، امسك كده ابويا وامي واقبل خلص الموضوع. فدي اسمها التربيه بالقدوه. النقطه اللي المعلمه الفاضله اثرتها ان ربط الكلمات وتعرفة الاولاد بمعاني الكلمات، احنا ربما يكون واحد بلغ من العمر 40 سنه و50 سنه وما يعرفش بعض كلمات القران ويقراها لانه ما ترباش على الطريقه الصحيحه لفهم القران. او يعني مثلا كل اولادنا او الناس الكبار كلها حافظين كلمه وزرابي ومبسوسه. طب يعني ايه الزرابي؟ رغم ان اهل المغرب بيقولوا زرابي، لكن احنا لما بنقولش الزرابي ما نعرفهاش. والواحد يقراها وفي رمضان يختم القران مره واثنين وثلاثه. الزرابي اللي هو السجاد اللي في الارض، ده الزرابي المبسوسه يعني السجاد المصطفى المبسوط. بنقول الذين جابوا الصخره بالوقت، معتقدين ان جابوا يعني اتوا به، لكن جابوا يعني قطعوا. ولذلك بعض المستشرقين بيدخلوا مداخل من خلال عدم فهمنا للغه العربيه. يعني يقول لك النجم والشجر يسجدان، يقول لك هنا ما فيش تناسق بين في ضرب الامثله في القران الكريم. ايه اللي جاب النجم اللي في السماء ده والشجر؟ ما يقول والنجم والقمر يسجدان والنجم وسوره الفلق. قل اعوذ برب الفلق. يعني في مصطلحات حضرتك طبعا عندك كثيره يعني. جدا. فمثلا النجم دي عشان الساده المشاهدين ياخدوها، النجم اللي هو النبات الافقي الذي لا ساق له. طب معانا الحاجه ام هيثم والشباب قاعدين يقولوا لي الحاجه ام هيثم هتزعل. طيب لا بأس، ما نزعلش الحاجه، وبعدين نرجع لايه طيب لهذه النقطه. ناخد معانا اتصال الحاجه ام هيثم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بصي انا قاطعت الدكتور ياسر مخصوص عشانك. ربنا يبارك لك يا وطي دكتور. وطي التلفزيون. طيب ربنا يحفظك. وطي التلفزيون وكلميني بس من التليفون لو سمحتي. ماشي حضرتك، انا بعيد عنه خالص. اتفضلي. والله انا بشكر حضرتك قوي على البرنامج الجميل ده، الصراحه اسعدت قلوبنا واسعدت اولادنا حضرتك. ربنا يسعدك دنيا واخره، ربنا يحفظك. وتحيه لأم نجلاء جميع العاملين على البرنامج. اهلا بحضرتك. وتحيه لهيثم ابني. ربنا يحفظك. فين هيثم؟ الله، انت مامه هيثم الجميل الرائع. مامه هيثم ده انت اجمل ام في الدنيا كلها، ربنا يحفظك على الجهد الطيب الكبير. هو قال لك بقى انا بحبك في التليفون، فبعد اذنك لما يروح ياخد عيديه حلوه. ان شاء الله، وانا كمان بحبه قوي. ربنا يا رب يحفظه لك ويبارك فيك وفيه يا رب. لك يا دكتور. وهيثم اسلك صدري، وده ان كان هيثم هو الثمره فده دليل على انه بيت طيب. اسال الله العظيم انه يجعل بيتكم يا رب روضه من رياض الجنه ان شاء الله. الله يبارك لك يا دكتور. الله يبارك لك. الله يبارك لك. بشكر ليك المداخله وتحياتي لوالد هيثم، ربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله. ماشي يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك، اتفضلي، ربنا يبارك فيك. ماما على الهوا ايه سمعتك وانت بتقول لها بحبك؟ ها يا هيثم، ماما سمعتك اهو، ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا دكتور. عودا الى ما يعني على المستوى الكلمات، كلمات القرآن اللي احنا فالأمر مهم جدا. فلما يجي واحد مستشرق يرمي في عقول أولادنا إن ما فيش تناسق في ضرب الأمثلة وهو مش فاهم يعني النجم ولا اللي هو المتلقي فاهم، فطبعا هيبقى أرض خصبة لهذه الأمور. لكن لما يبقى فاهم على الأقل يعني يحمي عقله ويحمي عقيدته من هذه الأمور. احنا قلنا والنجم، النجم مقصود بها في هذه الآية ليس النجم اللي هو الجسم اللي في السماء ده اللي هو أماكن النجوم يعني. النجم هنا النبات الأفقي الذي لا ساق له. أما النبات الذي له ساق فاسمه الشجر، والنبات الأفقي الذي ينمو على الأرض اسمه النجم. عشان كده لما نقول والنجم والشجر يسجدان يبقى النجم ده اللي هو اللي مش فاهم، الزرع اللي من غير ساق اللي بيمشي على الأرض. طيب اسمح لي معانا اتصال تاني يا دكتور. مامت عمر اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا عليك السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. وطي التلفزيون على الاخر بس عشان تكلميني. لا حضرتك انا سبت الاوضه كلها والله. طيب ربنا يحفظك، اتفضلي. متشكره جدا. انا بس عايزه اقول لعمر قد ايه هو ولد جميل وانا بحبه جدا وربنا يهديه بجد. عمر شاطر ومؤدب، سامعني طبعا يا عمر؟ سامعك اهو. جميل. جميل والله، ومؤدب وشاطر وبيسمع الكلام. ربنا يهديه، ربنا يهديه يا رب. ربنا يحفظه. ويكمل بقى القران على خير يا رب. اديله الميكروفون لو سمحتي يا ابو نجلاء.
طيب بصي عمر هيبعت لك رساله اهو، قول لها انا بحبك قوي يا ماما. انا بحبك قوي يا ماما. وقول لها قولي لبابا انا كمان بحبه. قولي لبابا انا كمان بحبه. خلاص هم كده سمعوك بقى كده على الهوا. بابا كمان بيحبك جدا يا عمر وبيسلم عليك. قولي لي قولي لي يا مامة عمر بعد اذنك سؤال، هل بتستخدمي وسائل عقاب عنيفة مع عمر في البيت ولا بالمودة والحب؟ والله يا عمر ما اكدبش على حضرتك، احيانا واحيانا بس. لا اكدبي، اوعي تقولي. لا انا اقول الحقيقه، يعني احيانا الواحد بيلجا للعنف، اللي هو الطفل برضه ساعات بيخرج الاهل عن شعورهم، لكن هو في المجمل لا، عمر دايما بيجي بالكلمه كويس. هو معايا كده. انا بوصيكي واوصي نفسي، اياكي والعنف، اياكي واستخدام العقاب البدني مع الاولاد، ودي رسالتي للدنيا كلها، ليس من هدي النبي. ولسه فضيله الدكتور بيقول لا يضرب الا شراركم، واحنا عملتنا ان شاء الله الجنه وبناس عليها، وعمر الضرب ما بيطلع حد سوي ابدا. انا طبعا الاول بشكرك على الانتاج الرائع وعلى عمر الجميل. شكرا. الدكتور عمر ان شاء الله ربنا يحفظك ويحفظ والده اللي ربوه بهذا الشكل، والاكاديميه اللي قدرت تطلع تلمع الذهب وتخلي يطلع افضل ما فيه. انا بشكر حضرتك، ربنا يحفظك. احنا معانا بقى الطفل الصغير ده عشان هنطلع مصطفى. فاصل دلوقتي عايز اسمع منه حاجه كده قبل ما نخرج فاصل. هي نور على وجه الله. هتسمعنا ايه؟ يلا اتفضل. وعنده كام سنه؟ الا الله 3 ونص. 3 سنوات ونصف. يلا اسمك ايه؟ مصطفى. يلا يا مصطفى هتسمعنا ايه؟ لا اله الا الله. علي صوتك، علي صوتك يا مصطفى. لا اله الا الله. هي نور. ممتاز ما شاء الله. قولها تاني، قولها تاني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هي نور على نور يشفي من الصدور، ذكر ربك الغفور. لا اله الا الله. لقد جاء في السنه، لقد جاء في السنه عن النبي ذي المنه، عن النبي ذي المنه أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله. أنت صحوك بدري بقى، وبقى جه ميعاد نومك بقى. بس أنت جميل ما شاء الله. قلت لي اسمه إيه أبلة؟ مصطفى. مصطفى ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ومخارج الحروف بتاعتك الجميلة. مين اللي بيحفظك الحاجات دي يا مصطفى؟ مامتك؟ طب قول لها أنا بحبك قوي يا ماما. قول لأبلة أمينة بلا كلمة. لا الأول قول لماما أنا بحبك قوي يا ماما. ماما انا بحبك قوي يا ماما. وقول لي بحبك قوي يا بابا. بابا انا بحبك قوي يا بابا. المعلمه بتاعتك اسمها ايه؟ ابله ايه؟ ابله نبيله. ابله نبيله. ابله نبيله؟ نعم. قول لها انا بحبك قوي ابله نبيله. ابله نبيله انا بحبك قوي ابله نبيله. هي كمان بتحبك. انت ما بتاكلش ولا ايه؟ بتاكل كويس؟ ها؟ احنا كمان بنحبك قوي قوي، ربنا يحفظك ويحفظ اهلك ويصلح حالنا حالك. اسمحوا لنا ناخد فاصل صغير كده ونرجع نكمل معاكم تاني في فرحة العيد، وعندنا حاجات كتير قوي قوي نعرضها عليكم النهارده وكلام كتير مهم نقوله ليكم. اسمحوا لنا فاصل ونرجع ليكم تاني. السلام عليكم، رجعنا لكم بعد الفاصل وفرحة العيد وبرنامج العيد فرحة، ومكملين معاكم وضيوفنا الأفاضل فضيلة الدكتور ياسر نصيف عضو هيئة العلماء، والأستاذة نجلاء زايد المشرف التربوي لأكاديمية القرآن أكاديمية الفتح بعرب الرمل بالمنوفية، ومعانا المشرفة التربوية الأستاذة رزقة من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا اللي مشرفانا النهارده وتتكلم، وهي طبعا مسؤول تربوي باكاديميه اقرا، وطبعا ابني الغالي صاحب الصوت الجميل ياسين محمد اللي لسه هنسمع منه النهارده حاجات كتيره قوي. وابدا بمين؟ كل الموجودين كل واحد عنده حاجات حلوه. نسمع من ياسين الاول. نسمع خد يا ياسين سمعنا كده حاجه الاول عشان الساده المشاهدين كده بقالنا شويه بنتكلم نسمعهم حاجه طيبه يعني. حاجه عن القدس اتفضل، القدس حبيبتنا كلنا اتفضل. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى
وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رباه يا عائب الحياة بعفوك اللهم اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنها الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعة النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة يا إخوة الإحسان سيروا إلى الأمام بصحبة القرآن بالعزم والإقدام هيا ارفعوا القرآن وحرروا الإنسان من هفوة الطغيان. ربنا يحفظك ويا ربي إن شاء الله ربنا يرفع عن الأسرى عن القدس وعن كل بلاد المسلمين إن شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ياسين. قلت لي أنت في الصف الثالث الإعدادي في معهد خطاب حميدة اللي في العمرانية. لا بشتير اللعبة. وقلت لي أنه يعني ما فيش جهد كبير, أنت ما شاء الله الموهبة عندك وبتجتهد يعني. بتاخد بقى المدرسه بتاعتك في الشغل يعني, ما روحتش مثلا مدرسه الابتهالات لسه بتفكر تروح مثلا؟ كل ده شغل انت مع نفسك يعني. ربنا يوفقك ربنا يكرمك, عندك موهبه وصوتك طيب جميل ما شاء الله. كان برضه يعني كان بينمينا في الحاجات دي يعني, وكذا استاذ يعني عندنا في المعهد هم كانوا برضه كانوا بيسالونا على الكلام ده. في المعهد بتشتغل برضه معاهم هناك في المعهد؟ أيوة تطلع معاهم في الطابور الصباحي وتقدم الحفلات وبيشجعونا يعني على الموضوع دوت وينموه. تحب تبعت رساله لمين من معلمينك في المعهد رسالة شكر؟ والصراحة معلمين كلهم لهم فضل عليا وكلهم يعني حاجة حلوة ما شاء الله. مين بالأخص اذكر كده حد كده قول له أنا ببعت لك رسالة شكر لأنك صاحب فضل عليا. في كتير والله. أنت دبلوماسي يعني. خلاص طالما خايف لحسن يعلقوك ولا حاجة. لا مش طبعا شيخ المعهد الشيخ ماهر. الشيخ ماهر ربنا يا رب يحفظه. والشيخ زكريا سليمان. لا ابعت رسالة شكر لوالدك ووالدتك. والوالد والوالدة هم نمرة. أحب أشكر يعني أمي وأبويا يعني إن هم ليهم فضل عليا برضو بعد ربنا. وبعد أساتذة بالشيخ إن هم برضو يساعدوني إن أنا يعني أشتغل يعني أوجه نفسي المجال دوت يعني. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. وأنا برضو يعني في أستاذ يعني عندي في المعهد يعني بعتبره قدوة ليا يعني, يعني خير أب وخير أستاذ يعني وخير كل حاجة. أيوه. أستاذ علي زدان يعني أستاذ أنا دوت بحبه جدا أقسم بالله, وهو يعني خير أب, وهو حتى برضو هو مدرس رياضة يعني ما شاء الله عليه. هو حتى اساسا لما بيجي بيكلمنا في الدرس اساسا بيعلم ازاي يعني يصنع واحد يعني ازاي يصنع انسان ازاي يصنع معاملات بنوجهنا للصح يعني. فاحب اشكره يعني واوجه له استاذ علي استاذ علي زيدان. علي زيدان انا بشكرك وانا بضم صوتي لصوتك. تحيه شكر وتقدير للاستاذ علي زيدان وكل علي زيدان في كل مدارس ومعاهد مصر, كل الاساتذه الكرام المحترمين اللي بيحتووا الاولاد بيحافظوا على كرامه الاولاد بيحافظوا على كيان الاولاد بيساهموا في خروج الشخصية بشكل جميل ومحترم وبيوصلوا المعلومة بشكل راقي بيقوم بدور الأب البديل. تحية شكر وتقدير لكل المعلمين. رغم أن المادة بتاعته مش تربوية, مادة رياضيات إلا أنه بيخص 5 دقائق قبل الحصة حاجة تربوية كده مع الأولاد ويتقرب اليوم ويعرف مواهبهم. ربنا يا رب ربنا يحفظه ويبارك فيه. ربنا يبارك فيه. أبلة نجلاء, قبل بقى أروح بقى لأبلة رزقة والضيف اللي جاي من بعيد من مدينة قنا الجميلة من نجا حمادي وأهلنا في قنا ما شاء الله ومتعطشين جدا جدا للعلم وأهل علم ربنا يحفظهم. قبل ما أروح لأبلة رزقة برجع تاني وأقول لحضرتك في رسالة شكر عايزة تبعتيها لكل شركاء النجاح اللي ساهموا في أنه الأمور تصل لهذه الدرجة من الروعة في الأداء. رسالة شكر وتقدير لله عز وجل أن من علينا بفضله ومنه ورحمته أن نكون في ظل القرآن. الله أكبر. رسالة شكر وتقدير لشيخي ومعلمي وأستاذي جبل الدعوة في بلدتنا الشيخ عصام يوسف, اللهم اجزيه عنا خير الجزاء. ربنا يحفظه ويبارك فيه. رسالة شكر وتقدير ورحمة من الله عز وجل لوالدي ووالدتي, ربنا يغفر لهم ويسامح. رسالة شكر وتقدير لزوجي ان هو دايما سبب في ان اكون في الخير اللي انا فيه. بس انت كده بقى جيتي بقى ايه زوجك بقى جينا يبقى لازم نتكلم ونبعت رساله شكر لكل الازواج طبعا اللي بيسيبوا بناتنا الفضليات المعلمات
في هذا الجو الصعب للخروج لأداء هذه المهمة الشاقة. وجه رسالة شكر لكل إخواتنا السادة الأفاضل أزواج المعلمات. رسالة شكر وتقدير لكل الأزواج اللي بيعين زوجته على طاعة الله. رسالة شكر وتقدير لكل زوج هتكون زوجته في ميزان حسناته عشان هو رجل عظيم، لأنه يعني أحسن الاختيار لزوجة صالحة، فخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فسبحان الله، يعني ربنا يعمر آخرتنا بمسكن صالح. فالمسكن في الدنيا يحتاج إلى فكر، والمسكن في الآخرة يحتاج إلى ذكر. فوصية أن احنا نجعل فكرنا نشغله بالذكر حتى ننال المسكنين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ربنا يا رب يحفظك يا أبلة نجلاء على الكلام الطيب الرقيق. ربنا يا رب يغفر لوالدك ووالدتك وكل أمهاتنا وأبائنا. ربنا يا رب يرحمهم برحمته. انتظر انتظر الاحسن. انت شوفها ام عامل اسامه زيدان دلوقتي، وهقعد احب فيك بقى. استنى، علي زيدان. علي زيدان، ربنا يحفظه يا رب. دكتور ياسر، الدور اللي بيقوم بيه الازواج في تربيه الاولاد، ومنه انه بيسمح للمعلمه زوجته المعلمه اللي خاضت التجربه ان هي تبقى موجوده في بوقتها وجهدها، وبترجع تعبانه ومجهده وبيتحملها وبيشيل معاها وبيحمل معاها، واللي زوجته مش في المجال بتاع الدعوه زوجته بتربي في البيت. رساله لكل الازواج تعين على يعني ان الام او المعلمه تقدر تقوم بدورها بشكل كويس. يعني اصيب بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا أردت أن تسكن مقصورة، أي مقصورة من مقصورات الجنة، فلا تأوي في بيتك مقهورة، أي لا تجعل زوجتك أبدا مقهورة. ومش معناها القهر أن هي مقيدة بسلاسل أو مضروبة أو غير كده، كنها تبقى حزينة أو يعني كانت تريد أن تفعل شيئا وهو حرمها منها. وخاصة هذا الشيء سيكون في ميزان حسناته هو، وسيدنا رسول الله هو الأسوة الحسنة. أنت عايز تبقى زوجتك فاطمة، لابد أن تكون أنت لا عليا. نعم. يعني لكن المشكلة اللي بيقع فيها الكثير أن الواحد فينا يطلب المسألية من غيره وهو لا يقدم شيء. المفروض هو يكون عليا الأول، ستكون له فاطمة. أما بخصوص الأزواج اللي يعني أخص يعني الشكر، الأزواج اللي هم بيسمحوا لزوجاتهم أنهم يقدموا العلم أو يتعلموا العلم، فدول الحديث الصحيح اللي هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي أيضا رواية لهذا الحديث على كل مسلم ومسلمة، وإن لم يكن في الرواية الثانية ذكر كلمة مسلمة فأيضا في الرواية الأولى مسلمة، لأن بنعبر إحنا في اللغة العربية عن الذكر والأنثى بصيغة الذكر بس. وإلا كانت كل الآيات اللي ربنا بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا بيخرج منها النساء، لأنه بيوجه الكلام للذين آمنوا. لا، آمنوا الرجل. يبقى آمنوا الرجال والنساء. فلما يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن بعض الناس بيحتاجوا بهذا الحديث يقول لك على كل مسلم، ما قالش مسلمة. برضه عدم فهم. لا، هو ما دام قال مسلم يبقى مسلم ومسلم. عدم فهم. ما تحيلش يعني. أنا بضم صوتي لصوت حضرتك، وأوجه رسالة شكر لكل إخواني أزواج المعلمات، معلمات الحضانات ومعلمات المدارس ومعلمات الأكاديميات، انه على تحملهم للجهد الكبير ومشاركتهم في اخراج جيل محترم، جيل قوي، كله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. كل اولاد المسلمين اللي بيتعلموا صبركم وتعبكم وجهدكم ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. رساله شكر وتقدير ليكم كلكم. اسال الله العظيم انه بصبركم على بعد الزوج عن البيت فترات طويله انه يجعل بيتكم بيوتكم واحه من واحات الجنه ان شاء الله، ويرد لكم دوت في اولادكم باذن الله. المعلمة الفاضلة أبلة رزقة، قنا وبلد الجميل، بلد الأصالة. أنا زرت بركة وزرت حجازة وزرت نجا حمادي عندكم، والحقيقة الاستقبال الرائع الطيب الجميل. ومش عايز أقولك، أدي الميكروفون لأبلة رزقة من فضلك، يعني فعلا متعطشين للعلم وأهل دين. يعني حضرتك معلمة وتربوية وتعملي في حقل القرآن، هل حضرتك شايفة أنه تعليم الأولاد القرآن بيأثر على تربيتهم بالإيجاب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضرتك والأمة الإسلامية بخير. نعم، لي القرآن الكريم لي دور هام جدا بارز في حياة الطفل. نعم. لأن الطفل بحفظه للقرآن الكريم يتأثر الطفل به بالتعليمات القرآنية والنبوية، وتفيده في الحياة الدنيا والآخرة. نعم. مثل النظافة، بر الوالدين، صلة الرحم، طلب العلم. طب أنا بقى هسألك سؤال، بس خلي بالك.
عندكم في قنا انا فوجئت برضو بانه مازال قبل رجلاء مازال بعض العادات القديمه اللي بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يفيض علينا ونبطلها في التعامل التفرقه بين الولد والبنت والتعامل بشيء من العنف مع الاولاد. مش كل الناس ولكن في ما زالت يا دكتور يعني متأصلة بعض عادات وموروثات زي عدم توريث البنات وزي عدم تعليم البنات. انا ليه بسالها؟ لان هي قاعده معايا، انا شفت اختي زوجها توفى، انا بعتبرها ماتت، ممنوع تخرج، ممنوع تروح، ممنوع تشتغل، ممنوع تخرج من البيت اصلا، يعني وكانها دفنت مع زوجها غير قادره على ان هي تقوم ببعض الادوار مع اولادها او تغير مدرسه او تنتقي او ترتقي بمستواهم. مش هو بيبقى خطا فادح ان هو بيبقى في مقارنه بين شرع وعرف، ويغلب العرف على الشرع ويقول لك ده عادات وتقاليد. عادات وتقاليد لا، اذا تعارضت مع شرع الله عز وجل فليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا. طيب قولي لي بقى، يعني هل فعلا ما زال في بعض القسوه في التعامل مع الاولاد في محافظات الصعيد؟ لا مش احيانا، يعني على حسب العائله وعلى حسب تشدد المعامله معاهم، مش كل العائلات. يعني في حاليا دلوقتي في تغيير في التعليم وفي تغيير في حاجات كثيره. نعم. تقدمت بها نجح حماد وقريه السلميه برضك منهم. احنا عندنا نشكر الدكتوره منى جاب الله، هي لها فضل كبير في دور الحضانه. لما فتحت حضانه عندنا في القريه بسم الله ما شاء الله كان فيها تغيير جدا في تعليم الاطفال. نعم. بطريقه نور البيان، وهدفها كان ان هي مشروع يهدف تعليم صح في البلد، فالحمد لله انه نجح فعلا بسم الله ما شاء الله. يعني وحضرتك نموذج مشرف جدا للفتاه المصريه اللي من جنوب مصر من الصعيد، المثقفة المتعلمة اللي واخدة شهادات وبتعمل في حقل التعليم وحقل التربية وبترد الجميل لبلدها مصر ولقريتها بأن هي تعلم أولاد المسلمين، نموذج مشرف. أنا بشكر وجودك معانا أبلة رزقة، وبتمنى يا رب أني أشوف كل بناتنا بالمستوى الطيب. أنا استضفت هنا من قرية من قرى القينة، القرية ما كانش فيها حد يعرف أي حاجة عن حاجة. استضفت هنا بقى أول دفعة من نور البيان، معلمات في 12 سنة و 13 سنة، هم معلمات نور البيان هناك ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم يعني. أنا طبعا الوقت بتاعنا قرب يخلص، فهحتاج كبسولة كده من كل حد فينا، فعايز كبسولة من حضرتك لكل اللي بيسمعونا النهاردة، إزاي نقدر نتعاون الفترة اللي جاية عشان نحسن الأداء في توصيل الرسالة دي. تقولي إيه لكل المعلمات؟ كل المعلمات وكل الجمهور، المجتمع اللي الأولياء الأمور تقدموا حتى لا تقدموا. وأساس كل مشكلة في حياتنا عين عصبية، عجلة وعصبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي أو قال للصحابي إن أثنى عليه فقال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فإن أردت أن تعيش حياة هنيئة عليك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم احسنت. الكبسوله بقى تبعت لنا كبسوله لكل اهلنا في الصعيد، رساله عايزه توصلها لهم دلوقتي، تقول لهم ايه؟ كل اهلنا في الصعيد. انا بضم صوتي لصوت المعلمه الفاضله. زي ما قالت فعلا التقديم لي نموذج مشرف جدا، وبالذات خصوصا في الصعيد. يعني طريقة تعليم القرآن وطريقة اللغة العربية بطريقة صحيحة عن طريق القرآن الكريم، والأفضل هو تعليم طريقة نور البيان. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. دكتور ياسر، كلمنا عن القدوة وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا قدوة، ودلوقتي بنتكلم على بعض الموروثات وبعض العادات اللي بنتمنى أنها تنتهي من حياتنا. فرسالة من حضرتك لكل اللي بيسمعونا يعني كانوا يقولون إذا أردت أن تكون إمام فلا بد أن تكون في الأمام. إذا أردت أن تكون إماما فلا بد أن تكون في الأمام. في الأمام. نعم. يعني اللي عايز يبقى إمام للناس وقدوة والناس تتعلم منه لابد أن يكون قدامهم يزم. فلا بد من هزيمة هذه العادات والتقاليد. قلنا إحنا عندنا العرف إذا تطابق مع الشرع أهلا به وسهلا نأخذ به، لأن لو العرف تطابق مع الشرع أصبح شرعا، والعرف مأخوذ به إذا لم يرد نص في الشريعة يحد. فالعرف يؤخذ به إذا لم يرد نص في الشريعة يحده. احنا نبطل هذه العادات السيئة. احنا بنوقر نسائنا يا دكتور؟ طبعا. يعني اللي كانوا بيتهمونا بان احنا مجتمع ذكوري. المرأة لم تجد لنفسها مكانة الا في ظل الاسلام. نعم. المرأة في الثقافات او الحضارات قبل الاسلام
كانت كائن يعني في بعض الحضارات الهندية كانت كائن نجس، إذا أكلت من طبق أو كوباية تتكسر، وكان لو مات زوجها لا تستحق الحياة بعد زوجها، لكن يعمل إيه؟ يجيبوا جسد المرأة على قبر زوجها ويحرق لأنها لا تستحق الحياة. لكن الإسلام جاء بعد أن يموت الزوج تورث الزوجة ويصبح لها حق في الميراث. والزوجة المشكلة الكبيرة أن المسلمين وغيرهم يقعون في أن المرأة زوجة، لا، ما المرأة أم والمرأة بنت، المرأة ليست زوجة فقط. فحتى الدعوة الباطلة اللي هي الإسلام يورث الرجل ضعف المرأة، هذا غير صحيح. في أكثر من موضع، أكثر من 30 موضع ترث المرأة أكثر من الرجل. الله أكبر. يعني في موضع مثلا إذا مات الرجل وترك بنتا واحدة فلها النصف من التركة. شوف، لو هو ترك 10 من البنين إخواته، البنت دي تاخد قد 10 بتوع الأعمال. الله أكبر. ولو ترك بنتين فلهم الثلثان مما ترك، بنتين فما فوق لهم التلتين. طب لو عمامهم 100 عام، ال 100 عم ياخدوا تلت والبنتين ياخدوا التلتين. يعني البنت واخده قد عيله. فزي ما احنا بنجيب دي نجيب دي، رد على على نعم على دعوه حكايه المواريث. نعم نعم. كمان المراه في عهد الرسول خرجت في كتاب اسمه الشيخ ابو شقه رحمه الله تعالى، اسمه تحرير المراه في عهد الرساله، كتاب من 2000 صفحه. نعم. ثلاث مجلدات من 2000 صفحه بيتكلم قد ايه المراه اخذت حريتها. المراه في الغرب لم تعرف تصويتا في البرلمانات والانتخابات او غيرها الا سنه عام 36. المراه لم يكن لها اي حقوق سواء في حضارات غربيه او شرقيه الا في ظل الاسلام الحنين. ولذلك حتى في القران الكريم سوره باسم امراه سيده مريم وسوره النساء، ولما ضرب الله مثلا في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين من امرأة. أنا بشكر حضرتك وقتنا، ربنا يبارك في عمرك. معايا دقيقة عايز أسمع فيها صوت جميل وقتي، فلازم تسمعني حاجة في أقل من دقيقة. القرآن ولا إيه؟ اختم بالقرآن. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صدق الله العظيم. ان شاء الله تبارك الله. بشكرك على صوتك الجميل دكتور ياسر. وقتنا خلص قبل النجلاء. جزاكم الله خيرا. رزق ياسين وقتنا خلص. بشكر لكم وجودكم معايا. رساله شكر وتقدير للكادر بتاع البرنامج كله للدكتور طارق، ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. بشكر دكتور ياسر نصيف رضوان عضو هيئه علماء المسلمين واحد علماء الازهر الشريف الكبار، ربنا يحفظك. بشكر الاستاذه نجلاء زايد المشرف التربوي لاكاديميه الفتح القران الكريم بعرب الرمل، نموذج من النماذج المشرفه في مصر والوطن العربي. ربنا يبارك. استاذه رزقه من قنا المشرف التربوي لاكاديميه اقرا، اهلا وسهلا بيك وشرفتينا وعيدك مبارك حبيبي. صاحب الصوت انت طيبه، ربنا يحفظك. صاحب الصوت الطيب الجميل ياسين، بشكرك لوجودك معانا وإن شاء الله نلتقي بك تاني. أعزائي المشاهدين، كنا معاكم في فترة مفتوحة من العيد فرحة، سعدنا بيكم في هذه، إن شاء الله يا رب نكون قدرنا نقدم لكم حاجة مفيدة النهاردة. وعد إن شاء الله باللقاء غدا ثالث أيام العيد مع مجموعة جديدة من الأولاد، لغاية لما نشوفكم حتى نلتقي نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.